احنا ممكن نرفرش، احنا خدنا ايه المحاضرة اللي فاتت، وبعدين نبدأ بقى في الجديد. حد فاكر اتكلمنا في ايه المرة اللي فاتت؟ الـ Image Transformation. اوكي، ده التايتل اللي انا لسه بظهرها في البرزنتيشن يعني. اوكي، اتكلمنا في ايه يعني ترانسفورميشن؟ لا، الناس تصحصح معايا كده، انا عارفة ان احنا في رمضان وكل حاجة، بس الناس تفوق يعني. تعالوا كده نشوف مثلا عبد الرحمن أسامة، فاكر حاجة من اللي اتكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت؟ عبد الرحمن، اتكلمنا على الفورير ترانسفورم، لا علي صوتك معلش. اتكلمنا على الفورير ترانسفورم والبروبرتيز بتاعته. جميل، اتكلمنا على الفورير ترانسفورم والبروبرتيز بتاعته، وهو ده الحقيقة التوبيك الأساسي بتاع المحاضرة بتاع المرة اللي فاتت. اتكلمنا إن احنا لو عاوزين نحول ايمج، يعني أنا همشي بسرعة كده على السلايدز اللي خدناها المرة اللي فاتت. اتكلمنا إن احنا لو عاوزين نحول ايمج لدومين تاني، فبتطلع ايمج تانية برضو بنفس السايز، وقلنا في ترانسفورميشنز كتيرة موجودة من ضمنها ال DFT أو الفورير ترانسفورم، وفي ترانسفورميشنز تانية زي الDCT والديسكريت هادمر ترانسفورم والKLT والويفلت. وقلنا الفكرة الأساسية بتاعتهم، طبعا اتكلمنا على الوان دي وشوفنا النايكويست، وقلنا ازاي الفرق ما بين اللي هو الفورير ترانسفورم العادي والديسكريت تايم فورير ترانسفورم، وبعديها الفرق ما بين الدي تي اف تي والدي اف تي. وقلنا ان انا في الاخر بيبقى عندي ان بوينتس في الفريكوانسي دومين، وان بوينتس في الدومين السبيشال بقى او في التايم دومين. اوكي، بحول من هنا لهنا، وبيفترض في التو دومينز ان السيجنال بتاعتي بتتكرر كل ان. اوكي تمام. وبعد كده شفنا المعادلة الرئيسية بتاعتها وازاي حولناها للتو دي دي اف تي، ازاي هحول في الاكس والواي لليو والفي، سواء بقى الفورورد دي اف تي او العكس في حالة الانفرس دي اف تي. وقلنا ان انا بدل ما بيربريزنت السيجنالز باستخدام بيزس فانكشن، بقى عندي حاجة اسمها بيزس ايمجز، وشفنا سامبلز من البيزس ايمجز دي المرة اللي فاتت. وبعدين ابتدينا نتكلم على بعض البروبرتيز اللي موجودة، يعني ايه فورير سبيكتروم اللي هو الابسوليوت فاليو بتاع الفريكوانسي دومين بتاعي، الفيز بتاعي بحسبه ازاي اللي هو ال 10 ماينس 1 الايماجيني على الريل، الباور سبيكتروم بتاعتي اللي هي بتريبريزنت الابسوليوت سكوير للفورير ترانسفورم. وشفنا بقى كيسز شكل السيجنال في السبيشال دومين وفي الفريكوانسي دومين، واتكلمنا ان انا دلوقتي السامبلز بتاعتي لو هي الفرق في التايم دومين كل دلتا تي، فالان سامبلز في الفريكوانسي دومين هيبقوا كل التايم بتاعهم، او يعني الفريكوانسي بتاعتهم الماكسيمم هتبقى واحد على دلتا تي، والفرق ما بين كل سامبل والتانية هتبقى واحد على ام دلتا تي. وده هيوصلنا ان في ال2 دي دي اف تي هنلاقي ان شكل السبيكتروم بتاعي بالشكل ده، هلاقي فيه ماكسيمم فريكوانسي في الاكس او في اليو بقى، احنا قلنا دي كانها اليو ودي كانها الفي. اوكي، فهيبقى في ماكسيمم فريكوانسي في اليو هتبقى بتحددها الاكس، اللي هي المفروض 2 في الماكسيمم فريكوانسي اللي في الاكس دومين، وفي ماكسيمم فريكوانسي في الواي هتبقى بتحددها الواي نفسها او الدومين اللي هي الاكسيز التاني بتاع الواي. فالماكسيمم فريكوانسي هنا برضو هتتحدد عن طريق النايكوست باستخدام البروبرتي او الفريكوانسي بتاعه اتجاه الواي. وبعدين اتكلمنا على البريوديستي، قلنا ان الشكل بتاعي بما انه بيتكرر، فاحنا المفروض البوكس الرئيسي بتاعنا هو ده، بس لو انا بصيت عليه كده مش هقدر اشوف السيجنال بشكل كويس. فابتدينا ان احنا نتكلم ان احنا بعد كده محتاجين نعمل شيفت، حاجه اسمها الفريكوانسي ترانسليشن، ان انا اشيفت الفريكوانسي دومين بتاعي كان بام على 2 وان على 2، اللي هو
نص المسافة في الإكس ونص المسافة في الواي كبيكسلز يعني، بحيث إن الشكل بتاعي يبقى أوضح. ولقينا إن ده أنا عملت الشيفت ده في الفريكوانسي دومين بالشكل ده، فكأني ضربت في السبيشال دومين بماينس 1 أس إكس بلس 1. بعديها اتكلمنا طب لو إحنا ده الشرح بتاعها، بعديها اتكلمنا إن إحنا ممكن برضو نستخدم البروبرتي دي علشان نعمل موديليشن، وشفنا فكرة الموديليشن. وبعدين آخر حاجة أعتقد اتكلمنا فيها اللي هو لو أنا عملت شيفت في السبيشال دومين بقى، ده بيأثر إزاي على الفريكوانسي دومين بتاعي. فلقينا إن هو السبيكتروم بتاعي كأبسوليوت فاليو ما بيتغيرش، لكن الفيز بس هو اللي بيتغير. لا، وكلمنا كمان على الروتيشن، قلنا لو الشكل بتاعي أو الإيمج بتاعتي لفت، فبلاقي السبيكتروم بتاعي هو كمان بيلف بنفس الزاوية في نفس الاتجاه. بس ده كده اللي احنا وقفنا عليه المرة اللي فاتت. حد عنده سؤال فيه؟ حد عنده سؤال؟ هدير سامعني؟ سامعك يا دكتور. لا تمام تمام اوكي. طيب ناقص لنا كام بروبرتي كده صغيرين في الدي اف تي. اول بروبرتي عندنا اللي هي السيبرابيليتي. السيبرابيليتي معناها ايه؟ معناها ان انا اقدر افصل الدي اف تي الاثنين دي اف تي بروسيس بيتم ورا بعض. فانا اقدر افصل البروسيس بتاعتي ان انا كاني هعمل اتنين دي اف تي ورا بعض، اقدر افرقهم عن بعض. طيب هيعمل الكلام ده ازاي او هيفكر فيه ازاي؟ هيقول انا هشوف الرول الرئيسيه بتاعت الفوريير ترانسفورم، ان انا بمسك الاف في السبيشال دومين وببتدي اضربها في اي اس ماينس جي 2 باي يو اكس على ام بلس في واي على ان، واخد سميشن للكلام ده على الاكس والواي، ده هيطلع لي الاف اوف يو في دي اللي هي الدي اف تي العاديه بتاعتنا. هيبتدي يشوف انا اقدر افرقها ازاي لتو بروسيسز بيتم ورا بعض، تو دي اف تي بيتم ورا بعض، كاني بعمل 1 دي اول مره وبعدين 1 دي تاني. فقال طيب بص انا هفك الاكسبوننشال ده لتو اكسبوننشال e أس ماينس جي 2 باي يو اكس على ام مضروبة في e أس ماينس جي 2 باي في واي على ان. وبعدين هيبتدي يقسم السوميشنز دي، هيطلع الاكسبوننشال ده هنا اللي هو مع الاكس، سوري هو انا دي قلبيهم مش مشكلة، هيخلي السوميشن اللي على الاكس هنا كأنه مضروب في الاوتبوت بتاع السوميشن ده، فهيلاقي السوميشن اللي جوه هو فانكشن اهو اف اوف اكس واي في اي اس ماينس جي 2 باي في واي على ان، وانا بعمل سوميشن على الواي، فاكيد اللي هيطلع ده هيطلع فانكشن في ايه بالمناسبه، يعني الاوتبوت من السوميشن ده هيطلع فانكشن في ايه؟ الفي. الفي بس والواي. لا، هي الواي انا بعمل عليها سوميشن، فالمفروض الواي هتختفي فانكشن زي بالظبط زمان لما بنعمل انتجريشن على الواي، فلما بعمل انتجريشن على الواي الواي بتختفي. نفس الفكره هنا، انا لما اعمل سوميشن على الواي الواي هتختفي، هيبقى ناقص لنا ايه؟ الاكس. الاكس بالظبط. فالاوتبوت من السوميشن ده هيطلع فانكشن في حاجتين، الاكس والفي. الفي دي اللي هي كان الواي عملت لها دي اف تي فبقى وصلت للفي، والاكس اللي هو السبيشال دومين بتاعي التاني اللي هو او الدايمنشن التاني بتاعي بتاع الايمج. فهنلاقي ان الاوتبوت بتاع السميشن ده هيطلع فانكشن في حاجتين الاكس والفي، وهنضربه في الاي اس ماينس جي 2 باي يو اكس على ام وصام على الاكس، فالاوتبوت بتاعي ده الاخير بقى هيبقى هو ايه؟ الاف اوف يو في. يعني كاني البروسيس بتاعتي تمت على مرحلتين، المرحلة الأولانية كأني عملت دي اف تي في الواي، وبعدين الأوتبوت اللي طلع عملت له دي اف تي في الإكس. أوكي؟ وهي دي اللي بسميها البروبرتي بتاعت السيبرابيليتي، إن أنا أقدر أقسم الـ 2 دي دي اف تي لـ 2 دي اف تي. أول مرة أعمل 1 دي دي اف تي في اتجاه الواي، وبعدين أعمل 1 دي دي اف تي في اتجاه الإكس. تمام؟ وخلوا بالكوا في بعض الناس ساعات بتتلخبط، بتقول انا هعمل 1 دي دي اف تي في اتجاه الواي
وهعمل 1 دي دي اف تي في اتجاه الاكس، بس ساعات بتستخدم هنا الفانكشن بتاعت اف اوف اكس وواي. لا دي غلط، انا لازم الاوتبوت من البروسيس الاولانيه هو ده اللي انا باخده واعمل عليه الدي اف تي في اتجاه الاكس. اوكي، ما ينفعش اقول انا هعملها 2 دي اف تي، واحده في الكولومز وواحده على الروز، اوكي، للفانكشن الرئيسيه. لا، انا واحده بعملها والاوتبوت بتاع البروسيس الاولانيه ده باخده وابتدي اعمل الدي اف تي التاني. اوكي، فلو رسمناها كده او فكرنا فيها كرسمه، هو كانه بيعمل دي اف تي على الروز اللي هي اتجاه الواي بتاعي، ثم بيعمل الاوتبوت اللي هيطلع له ده هيعمل له دي اف تي على الكولومز بتاعتي. اوكي، فانا اقدر اقسم ال2 دي دي اف تي ل2 ستيجز، يعني اول واحد دي اف تي على الروز، وتاني واحد الاوتبوت اللي هيطلع لي ده هاخده اعمل له دي اف تي على الكولومز. اوكي، في اي مشكله في البروبرتي دي؟ تمام، اوكي، ميرسي يا دير، كويس انك رديت. اوكي، طيب البروبرتي اللي وراها من اشهر البروبرتيز اللي انتوا عارفينها للدي اف تي، فانا مش هتكلم فيها كتير، وتقدروا طبعا تثبتوها بالمعادلات وكل حاجه، اللي هي اللينياريتي. اللينياريتي معناها ايه؟ معناها لو انا عندي فانكشن، وتفر بقى هي 2 dimensional ولا 1 dimensional بالمناسبة، لو أنا عندي function والفورير ترانسفورم بتاعها هو، وعندي function تانية وآدي ده الفورير ترانسفورم بتاعها، فلو عملت أي linear combination للتو functions دول في domain هيتبقى نفس linear combination في الدومين التاني. أوكي كده؟ يعني f of x و y هتجيب لي في الفورير ترانسفورم f of u و v، g of x و y هتجيب لي g of u و v. لو خدت كونستانت مضروب في الاف بي بلس كونستانت مضروب في الجي هيطلع لي نفس الكونستانت مضروب في الفريكوانسي دومين بتاع الاف بلس نفس الكونستانت مضروب في الفريكوانسي دومين بتاع الجي. وطبعا اثبات دي هنثبته ازاي لو عاوزين نثبت حاجه زي كده؟ طبعا غير، لو عاوزين نثبت حاجه زي كده نثبتها ازاي؟ انتوا بتبقوا اكتف اكتر من كده في المحاضرة على فكرة. يعني بالمتلب قصدك يا دكتور؟ لا، يعني لو انا عاوز اثبتها ماثيماتيكي ان الكلام ده بيتحقق، اثبته ازاي؟ ان اللينياريتي متحققة فعلا في الدي اف تي، اثبتها ازاي؟ يعني ان انا اطبق المعادلات على بالظبط، هعمل همسك قانون ال دي اف تي ال 2 دي دي اف تي اللي عندنا، تمام، بدل ما انا هدخل له الاف او الجي انا هدخل له الفانكشن دي اللي هي ايه في الاف بلس بي في الجي، تمام، واكمل في المعادلات. هلاقي المعادلات نفسها بتوصل ان كاني هطلع الاي كونستانت طبعا بره السميشن، والبي هتبقى كونستانت بره السميشن التاني. اوكي، وهنلاقي في الاخر ان كاني بعمل الاي مضروبه في الفورير ترانسفورم بتاع الاف بلس البي في الفورير ترانسفورم بتاع الجي. اوكي، فكل البروبرتيز بتاعتنا هتلاقوها بتتثبت عن طريق الايكويشن الرئيسيه بتاعه ال2 دي دي اف تي. اوكي تمام، طيب البروبرتي اللي وراها اللي هي الكونفوليوشن. الكونفوليوشن ان انا لو انا عندي برضو فانكشن في السبيشال دومين بتطلع الفورير ترانسفورم بتاعها اهو، وادي فانكشن تانية وده الفورير ترانسفورم بتاعها، فانا لو بعمل الكونفوليوشن ما بين التو فانكشنز دول في السبيشال دومين كاني بعمل المالتيبليكيشن بتاع التو فانكشنز دول في الفريكوانسي دومين، والعكس صحيح، لو هعمل كونفوليوشن ليهم في الفريكوانسي دومين يبقى كاني بعمل مالتيبليكيشن ليهم في السبيشال دومين. وبرضو نفس الرول دي تقدروا تثبتوها باستخدام القانون بتاع ال 2 دي دي اف تي. طيب في اي حد عنده سؤال قبل ما ادخل في السلايد اللي وراها؟ لا تمام يا دكتور. تمام، ندخل بعد كده على بعض الحاجات اللي ممكن يعني ككونسبتس انتوا عارفينها،
اوكي اللي هي حاجه اسمها الانرجي كونزرفيشن. يعني ايه الانرجي كونزرفيشن؟ معناها الانرجي بتاع السيجنال في دومين هو نفسه الانرجي بتاع السيجنال في دومين تاني. يعني لو انا حبيت احسب الانرجي بتاعه الايمج بتاعتي في السبيشال دومين الاقيها هي نفسها الانرجي بتاعه السيجنال في الفريكوانسي دومين. فانا لو انا حبيت احسب الانرجي في اي دومين انا بقدر، يعني اي دومين بيحافظ على الانرجي. ما ينفعش ابقى باجي بحسب الاقي الانرجي مثلا في السبيشال بتديني قيمه ومثلا في الدومين التاني تديني نص القيمه او تديني قيمه تانية. لا، الانرجي بتحافظ على القيمه بتاعتها واتيفر الدومين بتاعي. اوكي، فهنلاقي ان السميشن بتاع النورم سكوير للسبيشال دومين او اللي هي الانتنسيتي، قيمه الانتنسيتي في السبيشال دومين، هي هتلاقي نفسها القيم بتاعتي في الفريكوانسي دومين كنورم سكوير. اوكي، طيب اخر حاجه بقى او اخر بروبرتي هنتكلم عليها اللي هو الافريج بتاع الانتنسيتي بتاعتي. اوكي، لو انا حبيت احسب الافريج بتاع الانتنسيتيز لايمج معينه، تظنوا الافريج ده هيساوي ايه؟ يعني لو انا عندي ايمج كده ام في ان وفي قيم الانتنسيتيز بتاعتي اهي موجوده جوه، عاوز احسب الافريج بتاع الانتنسيتيز دي هتساوي ايه؟ الفانكشن على عدد الصفوف والاعمده. بالظبط، هبجمع كل الانتنسيتيز بتاعتي اللي في الصوره واقسمها على عددهم اللي هو الام في الان. اوكي، طب بالمناسبه الرول الاساسيه بتاعت الافريج كانت ايه؟ يعني انا امتى بقسم على عددهم وامتى بعمل حاجه تانية؟ لو كان تقريبا عدد زوجي بقسم على عددهم. لا، لو انا الانترست دي او كل واحده منهم بتحصل ببروبابيلتي مختلفه او بحاجه، يعني انا بقسم امتى على عددهم؟ لو انا بفترض ان كلهم ليهم ايكوال بروبابيلتي، ده ان الرول الاساسيه لاي افريج يعني. طيب لو انا الارقام اللي انا بحسبها دي ملهاش ايكوال بروبابيلتي، ساعتها كنت بضيف البروبابيلتي بتاعتي. طيب احنا الكيس اللي عندنا هنا هي مجموعه انتنستس ببيكسلز معينه، مفيش حاجه اسمها احتماليه البكسل دي بكذا واحتماليه البكسل دي بكذا. اوكي، فاللي بيحصل ان احنا بناخد مجموع الانتنستس، لان بفترض بقى طبعا ان كل البكسلز اكيد موجوده بنفس الاحتماليه. اوكي، فبناخد مجموع البكسلز بتاعتنا مقسومة على عددها. أوكي، ده غير مثلا يعني لو مثلا تعالوا نفترض إن أنا الصورة دي نفترض فيها ثلاث ألوان بس، مثلا الانتنستي رقم 1 والانتنستي رقم 10 والانتنستي رقم 250 مثلا. أوكي، لو أنا هستخدم موضوع probabilities يبقى ساعتها أنا هشوف الانتنستي بتاعت واحد بتتكرر كام مره في الصوره، هشوف البروبابيلتي بتاعت الواحد، العشره بتتكرر كام مره في الصوره، ال 250 بتتكرر كام مره في الصوره، وساعتها هضرب واحد في البي 1 بلس 10 في البي 10 بلس 250 في البي 250، وهي دي تبقى ساعتها الافريج انتنسيتي بتاعتي. اوكي، لكن احنا هنا لو انا عندي ارقام يعني عندي الارقام كده دايركت مش هحسبها بالبروبابيلتيز، يبقى على طول هاخد الارقام دي اجمعها واقسم على عددها. ماشي كده؟ مفهومه الحته دي؟ ماشي يا دكتور. ممكن اخر جزئيه دي تاني عشان اتلخبطت فيها؟ اخر جزئيه، لو انا عاوز احسب الافريج انا عندي طريقتين. لا، افضل ماشي على الام والان كل واحده، يعني كل كولوم وكل رو افضل ماشي عليهم لغايه لما اخلص كل الايمج، او اشوف الانتنسز اللي في الصوره كل واحده البروبابيلتي بتاعتها بكام، وعن طريق قيمه الانتنسي اضربها في البروبابيلتي واجمع، يبقى ساعتها انا كده هجيب نفس القيمه، انا كده هبقى حسبت الافرج. بس بدل ما انا اقعد ماشي بيكسل باي بيكسل كده، لا انا هشوف كل مثلا واحده، نفترض مثلا الواحد دي حصلت، تعالوا ندي اكزامبل، لو انا الام والان بتاعتي 5 في 5. اوكي، فانا عندي 25 بكسل.
اوكي طيب ال 25 بيكسل دول في منهم 10 قيمتهم بواحد، وفي منهم 5 قيمتهم ب 10، وفي منهم 10 قيمتهم ب 250. حلو كده. طيب عندي 2 اوبشنز، لا اما امشي على البيكسلز، تعالوا نفترض ان الواحد دي ورا بعض 1 1 1 1 كده 10 مرات، وبعدين 5 10 10 10 10 10 وبعدين 250 ورا بعض. لا اما هفضل ماشي بيكسل باي بيكسل، اقول انا هجمع 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 واقعد اجمعها 10 مرات، وبعدين زائد 10 زائد 10 زائد 10 وهكذا. بعد ما اجمع اروح اسمع على ال 25 يبقى كده جبت الافريج، او ابتدي اشوف الصوره دي الانترستس بتاعتي بكام، فهلاقي ان فيها مثلا 3 انترستس اللي هي الواحد والعشرة والمتين وخمسين. الواحد حصلت 10 مرات من ال 25 فالبروبابيلتي بتاعتها هتبقى 10 على 25، ال 10 حصلت 5 مرات فالبروبابيلتي بتاعتها هتبقى 5 على 25، ال 250 حصلت 10 مرات فالبروبابيلتي بتاعتها 10 على 25. وساعتها لما اجي احسب الافريج هقول يبقى انا عندي 1 في 10 على 25 زائد 10 في 5 على 25 زائد 250 على 250 في 10 على 25، هطلع نفس قيمه الافريج. فايت ديبيندز عليكم، وات ايفر انت عاوز تحسب الافريج بأي طريقه، الاثنين سيان. بس طبعا لو في تكرارات كتير للانترستي فبيبقى الاسهل ان احنا نحسب الطريقه اللي فوق دي، لكن لو الانترستس مش متكرره كتير يبقى اللي فوق زي اللي تحت، يعني يبقى الأسهل إن أنا أحسب باللي تحت وخلاص، إن أنا بجمع على الروز والكولومز بتاعتي. اتفهمت كده يا باشمهندسة أو وضحت أكتر؟ أه تمام. تمام. طيب قيمة الأفريج دي عاوزين نعرف هي قيمتها إيه، العلاقة يعني ما بين القيمة بتاعت الأفريج دي والفريكوانسي دومين بتاعي. حد يقدر يقول لي قيمة الأفريج دي إيه علاقتها بالفريكوانسي دومين؟ يعني لو انا برسم كده الفريكوانسي دومين ال دي اف تي بتاع الصوره اللي هو الاف اوف يو وفي، تمام ادي كده ده اتجاه اليو وده كده اتجاه الفي. لو انا عاوز اجيب علاقه ما بين الافريج ده وما بين ال دي اف تي، فالافريج ده هيساوي ايه في ال دي اف تي؟ تتوقعوا كده هيساوي ايه؟ ام ان في ال دي اف تي، ام ان في ال اف اوف يو وفي. طيب خلينا نفكر فيها سوا. اولا الافريج ده تظنوا هيطلع رقم ولا هيطلع فيكتور ولا هيطلع ماتريكس؟ الافريج بتاع اي حاجه، يعني لما انا عملت الارقام اللي فوق دي تتوقع الافريج اللي هيطلع لي هيطلع ايه؟ هيطلع رقم. هيطلع رقم صح. طيب انت دلوقتي بتقولي لي او البشمهندسه اللي ردت عليا قالت لي ان انا هاخد الافريج ده، الافريج ده هيساوي ام اف ان في اف اوف يو وفي. اف اوف يو وفي دي ماتريكس صح، لان اليو والفي بتتغير على حسب البيكسلز بتاعتي، فهي في الاخر الماتريكس اللي هتبقى طالعه هنا، فما ينفعش الافريج ده يساوي الماتريكس دي صح، كالجبرا يعني ما ينفعش رياضيا او ماثيماتيكلي قيمه الافريج تبقى بتساوي ماتريكس. امال ايه؟ ممكن تبقى قيمه اليمنت معين جوه الماتريكس صح، يعني ممكن تبقى حاجه معينه جوه الدي اف تي بتاع الاف او في وفي ده او الدي اف تي يعني بتاع الايمج بتاعتي، ممكن تبقى رقم جواها. تظن الرقم ده هيبقى اني element عندي من غير ما اعملها رياضيا؟ الايه؟ f of 0 0 f of 0 0. ليه يا باشمهندسه f of 0 0؟ هو انا جبتها من يعني من الفورمولا بتاعت الدي اف تي اصلا، يعني احنا لو حطينا في الاكسبوننشلز الاكس والواي ب 0 ف turns out انها تبقى كده يعني. اوكي انت جبتيها ماثيماتيكلي يعني مش جبتيها ككونسبت. طيب خلينا نفكر فيها ككونسبت، هي اف اوف 0 و 0 بتريبريزنت ايه؟ يعني تعالوا كده لو رجعنا ل هعمل اند شو
لو رجعنا للصورة دي كده F 0 0 كأني بشوف إيه الرقم اللي هيبقى مضروب في البيزس فونكشن دي صح؟ أو بيزس إيمج دي صح؟ ليه كأني بشوف ال DC level أو الصورة دي كأنها كلها مرفوعة على DC intensity شكلها عامل إزاي؟ صح؟ ال average intensity بتاعتي شكلها عامل إزاي؟ أوكي؟ فلو فكرنا فيها أنا ال 0 هي دي قيمة ال D هي تعتبر يعني ال average intensity بتاعتي. أوكي؟ وبالتالي F of 0 لازم هتريبريزنت ال average intensity بتاعتي اللي هتبقى موجودة على الصورة بتاعتي. طيب لو رجعنا للبشمهندسة اللي قالت إن هي حسبتها بالمعادلات، لو رحنا للمعادلة أهي، لا دي بتاعت ال 1 دي، عايزين بتاعت ال 2 دي. أوكي لو رحنا للإيكويشن دي، إحنا المفروض الأفريج هو سميشن على X وعلى Y F of X و Y وفي هنا واحد على M في N. أوكي ممكن ناخد الإيكويشن التانية، خلينا دي. أوكي ماشي. طيب يبقى عندي واحد على M في N summation على X summation على Y F of X و Y. طيب ازاي هطلع السميشن ده كده من غير ما يبقى مضروب في الاكسبوننشال؟ ده هيحصل امتى؟ هيحصل لما اليو بتاعتي تبقى بتساوي 0 والفي بتاعتي تبقى بتساوي 0، فساعتها هيبقى عندي اي اس 0 بواحد، ويبقى عندي الاف اوف 0 0 اللي هي قيمه اليو وقيمه الفي، تبقى اف اوف 0 0 هتبقى هي اللي بتريبريزنت السميشن ده. تمام كده؟ يبقى انا كان الافريج انتنسيتي بتاعتي، نرجع بقى للسلايد، يبقى انا كان الافريج انتنسيتي بتاعتي لو حبيت اشوفها في السبيشال دومين، يبقى انا كاني هجمع الانتنسيتيز وبقسمها على ام في ان. لو حبيت اشوفها بالفريكوانسي دومين يبقى هاخد قيمه الاف 0 0 واقسمها على ام في ان. اوكي لان احنا قلنا السميشن ده هو اف اوف 0 0 بالفريكوانسي دومين، يبقى كاني هاخد قيمه الدي سي ليفل وجاست اقسمها على ام في ان تبين لي الافريج انتنسيتيز بتاعتي. في مشكله في الافريج ده او بيتحسب ازاي كسبيشال دومين وكفريكوانسي دومين؟ تمام يا دوت. تمام تمام كده دي البروبرتيز اللي كانت بتهمنا في ال DFT. اوكي مش هنتعمق يعني اكتر من كده في الكورس بتاعنا، محتاجين بقى ندخل بعد كده على التوبيك اللي وراه. قبل ما ادخل في التوبيك اللي وراه محتاجه، تعالوا كده ممكن اتكلم على السلايد نفسها. قبل ما ادخل في التوبيك اللي وراه محتاجه اعرف هل عندكم اسئله في التوبكس القديمه؟ عشان جالي كام سؤال كده هقولهم لكم عشان بالمره تبقوا عارفين الاجابات بتاعتهم يعني. اوكي طيب التوبكس القديمه كان جالي كام سؤال كده من كذا حد يعني بعت لي على التيمز يعني، وكان جالي برضو اسئله من مندوب الدفعه. اول حاجه اللي هو الجزء بتاع البي سبلاين. اوكي في اسئله جات لي، ممكن افتح الجزء بتاع البي سبلاين بس نخلص الجزء القديم بأسئلته قبل ما ندخل في أي حاجة جديدة. أوكي في أسئلة جات لي، هو إيه بالظبط اللي هيبقى given في الامتحان ك piece spline function، وإيه اللي إحنا المفروض نبقى حافظينه أو عارفينه، وإيه اللي إحنا ممكن نبقى نثبته ساعتها في الامتحان لو جاي في الامتحان. أوكي
البي سبلاين فانكشن انا دايما هديك الفانكشن دي والفانكشن الموديفايد هوريها لك كمان شويه اوكي، وهديك اكيد الفانكشن دي تمام. يبقى انا هديك الفانكشن دي جيفن، دي هتبقى جيفن ودي هتبقى جيفن اوكي، وكمان واحده في واحده كمان بتاعه الموديفايد هديها لك هتبقى جيفن اوكي. طيب ايه اللي احنا المفروض نبقى عارفينه؟ المفروض نبقى عارفين البي اوف اي واحد دي شكلها عامل ازاي، ودي طبعا سهله اللي هي واحد من تي بتساوي اي لاي بلس 1، ولازم نبقى عارفين البروبرتي دي ان انا لو بجيب البي اوف اي وكي اوف تي لازم تبقى بتساوي البي اوف 0 وكي اوف تي ماينس اي، ولازم نبقى عارفين كمان دي البي اوف 0 و2 انها عباره عن تي من 0 ل1 وعباره عن 2 ماينس تي من 1 ل2 اوكي كده، ودي طبعا برضو فانكشن سهله ما فيش مشكله ان انتوا تبقوا عارفينها. طيب ايه الفانكشنز اللي احنا مش محتاجينها او مش محتاج تحفظها؟ طبعا البي اوف 0 و3 مش محتاج تحفظها اوكي، والبي اوف 0 و4 برضو مش محتاج تحفظها. بالمناسبة بي اوف 0 و4 كان فيها غلطة برضو احد زمايلكم قال لي عليها، هي في 3 هنا كانت ناقصة في السلايد اوكي، هي ماينس 3 تي كيوب بلس 12 كذا، يعني هي بس في 3 هنا كانت ناقصة اوكي. البي 0 و4 برضو مش محتاج تحفظها، انت تقدر تثبتها عن طريق الفانكشن الرئيسيه اللي انا مديها لك، يبقى بي 0 3 وبي 0 4 مش محتاجين تحفظوهم خالص، او ممكن تلاقيني انا بديها لكم في الامتحان اوكي، الديبينز بقى على وقت الامتحان وان انتوا هبقى بديها لكم جيفن ولا هتخليكم تثبتوها في الامتحان او تجيبوا قيمتها اوكي. فبي 0 3 وبي 0 4 مش حفظ. دي بقى الاكزامبلز مفيش مشكله بقى نعدي دي كده. دي الفانكشن التانية اللي أنا بديها لك، بديك دي أوكي، دي برضو بتبقى given. فأنا عندي كده ثلاثة equations بس هما اللي بيحيبقوا given في جزئية الـ P-spline تمام. أنا ما بديكش الشيفت قد إيه، أنت اللي بتبقى المفروض عارف الشيفت ده، المفروض أنت تبقى عارف أوكي. فأنا اللي أنا هديه لك الفانكشن بتاعت الـ F of T سواء موديفايد او البي سبلاين العاديه، وبديك الرول بتاعه البي اوف اي وكي الرئيسيه بتاعه البي سبلاين. اي حاجه تانية سواء بي اوف 0 و1 بي اوف 0 و2 الشيفتس دي ايه كمان البروبرتي بتاعه اللي هي البي اوف اي وكي علاقتها ايه بالبي اوف 0 وكي، كل دول لازم تبقى عارفها اوكي. في اي مشكله كده او في اي حاجه مش واضحه في البي سبلاين ايه اللي هيبقى جيفن وايه اللي انتم المفروض تبقوا عارفينه؟ تمام يا دكتور. تمام، برضو في احد زمايلكم سالني برضو في حته تانية قال لي لو افترضنا ان قيمه الانتنسيتي اللي طلعت هنا طلعت فور اكزامبل يعني طلعت ب 15. 9. واحنا عارفين ان انا علشان اخزن الايمج دي فانا عندي بستخدم اللي هو ال 8 بيت كوانتايزر، فالمفروض الانتنسيتي دي تاخد رقم انتجر اوكي. فالمنطقي يعني لو طلعت لكم الانتربوليشن برقم زي كده المفروض تعملوا راوند، المفروض ما تطلعليش الانتنسيتي كده، تطلعها لي انها ب 51 اوكي. ففي حد من زمايلكم سأل لو هي طلعت لي يعني فراكشن كده فيها فراكشن يبقى احنا لازم نقربها لأقرب انتجر ليها اوكي. لو طلعت لي طبعا في الفراكشن ده 50.1 يبقى هتقربها لل 50، يعني انا بعمل راوند اوكي. لو اقل من النص بقربها للاقل، لو اعلى من النص بقربها للاكبر، زي ما احنا عملنا قبل كده. انا توقعت يعني ان انتم المفروض تبقوا عارفين المعلومه دي، بس من واضح ان ما دام جالي فيها اسئله ان انتم ممكن ما كانتش واضحه بالنسبه لكم. في أي مشكلة في دي كده؟ مفهومة الحتة دي؟ تمام. طيب ال إيه كمان؟ كان في حد سأل في حاجة تانية.
طبعا انا جالي اسئله كتير عن الامتحان، هتكلم عليه في اخر الامتحان خالص، يعني اخر المحاضره قصدي، هتكلم على الامتحان يعني ايه اللي بالظبط هيبقى موجود فيه. بس من اللي لازم تبقوا انتوا بتذاكروا، لازم تبقوا فاهمين مش حافظين، عشان بس نبقى ايه يعني بنتكلم على نفس الحاجه يعني. اوكي، ما تبقاش انتوا بتذاكروا بطريقه والامتحان يجي بطريقه. اوكي، فانتوا لازم تبقوا وانتوا بتذاكروا تبقوا فاهمين ازاي الايمجز دي بالشكل ده، ازاي الصوره طلعت كذا، ازاي عملت كذا. فالفهم بتاعكو، وانا اعتقد في المحاضره بحاول اوصل لكم الكونسبتس اللي ورا كل حاجه. اوكي، فحضراتكم لازم تبقوا فاهمين اكتر من الحفظ، وطبعا اكيد بتعرفوا تحلوا يعني الحاجات اللي احنا اديناها دي، المفروض تعرفوا ان انتوا تحلوا المسائل او حاجه، سواء بقى يعني اي حاجه من اللي احنا خدناها في الشيتس او في المحاضره، تقدروا ان انتوا تحلوا اي مساله فيه. انا هخلي الميد تيرم اتكلم عليه في الاخر خالص، فخلينا دلوقتي نكمل باقي المحاضره لو محدش عنده اسئله في اللي انا قلته. تمام، شكلكم سامعيني، فخلينا ندخل على طول على المحاضرة الجديدة. طيب، المفروض بقى محاضرة النهاردة هنتكلم فيها عن إيه؟ هندخل في أول حاجة بعمل فيها processing على الإيمج بتاعتي. وأنا طبعا اللي فاتوا برضو بعمل processing على الإيمج، بس قصدي أكتر حاجات يعني، حاجة إن أنت هتحسها أكتر، وهتحس إن أنت فعلا بتغير في الصورة وبتحسن الكواليتي بتاعت الصورة، اللي هي حاجة بنسميها الـ Image Enhancement. أوكي، الـ Image Enhancement محتاجين نعرف إحنا ليه محتاجينه، وهنتكلم فيه على بعض الـ Operations اللي بتتم على الـ Special Domain، وفيها Operations بتتم على الـ Frequency Domain. هنبتدي النهاردة أول Operation اللي هي حاجة بيسموها الـ Point Processing، وهنكمل الباقي بعد كده. أوكي، طيب ليه الايمج انهانسمنت محتاجينها؟ انتوا من اسمها كده انا بانهانس الصوره، يعني بحسن الكواليتي بتاعتها. اوكي، بحسن او بحاول اجيب فيتشرز موجوده فيها. اوكي، طيب بتستخدم في ايه؟ حاجه زي الريدكشن اوف نويز. انا مش عارفه الصوره بالنسبه لكم واضحه ولا لا، بس لو عملت زوم كده انتوا هتحسوا ان الصوره هنا فيها نقط كده موجوده هنا مش موجوده. اوكي، النقط دي هي النويز اللي موجوده على الصوره، والحقيقه بتحصل من حاجات كتير يعني، بدون دخول دلوقتي في التفاصيل بتاعتها. اوكي، النويز دي بتبقى موجوده على الصوره بتاعتي عاوزه اشيلها، فمن ضمن الاوبريشنز اللي بنعملها ان انا بعمل حاجه اسمها ايمج انهانسمنت، هنشوف بتتعمل ازاي وبتتم ازاي. اوكي، فعاوز احول الصوره من دي لدي. حاجه تانيه، حاجة اسمها الكونتراست انهانسمنت، ان انت تلاقي الصورة بتاعتك زي ما انتوا شايفين كده كأن في لون محطوط فوقيها، صح؟ يعني كأنها في لون محطوط على الصورة الأصلية بتاعتك فمخليها غامقة، فعاوزين نوصل الصورة دي للصورة دي. طب هنوصل الصورة دي للصورة دي ازاي؟ هنتكلم عليه برضو في الايمج انهانسمنت. طبعا يعني الاكزامبلز اللي انا بديها دي بعض الاكزامبلز للايمج انهانسمنت، في حاجات كتير بس دي اشهرها واكترها انت ممكن تحس بيه. حاجه زي الهايلايت اوف ايدجز، ان انت ممكن ان انت محتاج تعرف مجرد الايدجز بتاعتي فين، زي ما انتوا شايفين كده، فمحتاج تهايلايت بعض البيكسلز اللي موجوده في الصوره وتignore الباقي. اوكي، طيب هعمل حاجه برضو زي كده ازاي؟ دي برضو هنعملها في الايمج انهانسمنت معانا. طيب بناء طبعا على الابلكيشن والحاجه اللي انا بعملها، انا هختار الطريقه اللي هعمل بيها الانهانسمنت، سواء بقى هعمل الانهانسمنت ده في السبيشال دومين او هعمله في الفريكوانسي دومين. فدايما الايمج انهانسمنت بيديبند على الابلكيشن بتاعتي، انا ايه الابلكيشن بتاعتي وعاوز اوصل بالصوره بتاعتي من ايه لفين، فهقرر ساعتها اذا كنت هعمل السبيشال دومين ولا الفريكوانسي دومين، وهستخدم اي طريقه في السبيشال او في الفريكوانسي. اوكي، طيب
انواع الطرق اللي في السبيشال دومين هو البوينت بروسيسنج او اكترهم يعني شهره يعني هو البوينت بروسيسنج والهيستوجرام بروسيسنج والماسك بروسيسنج. من اسمهم كده تعالوا نفهم معناهم قبل ما ندخل في تفاصيلهم. يعني البوينت بروسيسنج معناها ان انا هعمل بروسيسنج على كل بيكسل لوحدها، هحول البيكسل دي لبيكسل تاني ماشي كده، فدي بيسموها بوينت بروسيسنج، ان انا هشتغل بيكسل باي بيكسل، النيبرز بتاعي كانهم مش موجودين يعني كاني بشتغل على 1 باي 1 بيكسل يعني اوكي، النيبرز بتوعي مش موجودين فانا هحول كل بيكسل لبيكسل تاني، وهو ده البوينت بروسيسنج، وهنشوف النهارده ان شاء الله بيتم ازاي. الطريقه الثانيه حاجه اسمها الهيستوجرام بروسيسنج، ان انا هشوف انتوا عارفين الهيستوجرام يعني ايه؟ هيستوجرام قبل كده بشمهندسين سامعني؟ سامعين حاجة يا دكتور؟ هو خدنا هو الهيستوجرام ده اللي هو حاجة كده يعني شكل بياني بيبقى مش مهم دلوقتي هو ايه، بس سمعتوا عنه يعني صح؟ انا هقول لكم هو ايه يعني، بس سمعتوا كلمه هيستوجرام بروسيسنج دي قبل كده صح؟ او هيستوجرام عامه. تمام هيستوجرام تمام. الهيستوجرام ده عارفين البي دي اف اللي انتوا بترسموها، ان انتوا بتشوفوا البروبابيلتي بتاعت كل حاجه او كل قيمه بتطلع البروبابيلتي بتاعتها قد ايه، وبترسموا كده البي دي اف اوكي، زي ما انتوا مثلا زمان كنتوا بترسموا الجاوسيان بيبقى شكلها عامل كده، اليونيفورم بيبقى شكله عامل كده، هو الهيستوجرام كأني برسم البي دي اف اوكي. فهو هيعمل ايه؟ هو هيحاول يشوف يعمل اللي يشوف الهيستوجرام بتاع الايمج ويغير فيه بشكل ما بحيث يحسن الكواليتي بتاعت الصوره، هنشوف ساعتها هو بيعمله ازاي او بيفكر فيها ازاي اوكي. بس هي الفكره بتاعته قايمه على فكره ان هو هيعمل بروسيسنج على شكل الهيستوجرام بتاع الصوره. طيب اخر بروسيسنج عندنا اللي هو الماسك بروسيسنج. الماسك بروسيسنج ده بيعتمد على النيبرز بتوع الصوره. احنا هنا مثلا لو خدنا الفيرست نيبرز اللي هم حواليا دول، فدول هيبقى كاني بشوف ال 3 باي 3 نيبر هود للبيكسل بتاعتي، وبيبتدي ياخد النيبرز دي. احنا عندنا اهو 3 في 3 فهيبقى عندي اهو كأنها ماتريكس 3 في 3، ويبتدي يبقى كل قيمة intensity يضربها في weight، كل قيمة intensity يضربها في الويت المقابل ليها وهكذا، فهيمسك الويت يضربها في قيم ال intensities بتاعتي ويطلع البكسل الجديدة اللي في الإكس والواي قيمتها بكام، اللي هي القيمة اللي في النص، قيمة البكسل اللي موجودة في النص عندي قيمتها بكام. يبقى هو كأنه بيستخدم النيبرز علشان يحدد قيمة البكسل اللي في النص دي اللي هي البكسل الحمراء اللي قدامكم دي قيمتها بكام اوكي، وبيستخدم النيبرز بناء على ويتس معينة، هنشوف ساعتها الويتس بيعمل بيحسبها ازاي او يعني فكرته في اختيارها ازاي اوكي كده. دول اشهر ثلاث انواع او اكتر ثلاث انواع موجودين في السبيشال دومين. البوينت بروسيسنج هشتغل بيكسل باي بيكسل، الهيستوجرام بشتغل على البي دي اف بتاع الصورة، الماسك بروسيسنج بشتغل او بجيب قيمه الانتنسي يعني الانتنسي الجديده دي بتاعه البكسل، مش بتعتمد على قيمه البكسل بس زي البوينت بروسيسنج، لا بتعتمد على قيمه البكسلز والنيبرز بتوعها اوكي كده. مفهوم الفرق ما بين الثلاثه وال يعني الفكره العامه بتاعه الايمج انهانسمنت؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب هنبتدي اول حاجه زي ما قلنا بالبوينت بروسيسنج، اللي هو ازاي احول انتنستي في الصوره القديمه لانتنستي جديده في الصوره الجديده، وبيتم الكلام ده بناء على ايه اوكي. فبيسموا ده كان عندي 1 باي 1 نيبرهود، يعني كاني ما عنديش نيبرز، لان انا اتفقنا ان اللي فاتت دي كانت اللي كانت باخد الفيرست نيبرز كانت 3 في 3، لكن انا 1 باي 1 يعني كاني باخد البيكسل نفسها بضربها في حاجه او بحولها لحاجه تانية، فبيسموها ان انا عندي 1 باي 1 نيبرهود. هاخد الفانكشن او الانتنسيتي بتاعتي الاف اوف اكس واي، هعمل لها ترانسفورميشن
او يعني هدخلها على function اسمها t تطلع لي الجي اوف اكس واي. عشان ما نقعدش نكتب f of x و y و g of x و y هنسمي f of x و y دي هنسميها r وال g هنسميها s. اوكي كده؟ فهيبقى عندي ال r اللي هي قيم الانتنستيز في الصورة القديمة هدخلها على function t هتطلع لي قيم البيكسلز او الانتنستيز في الصورة الجديدة اللي هي ال s. اوكي؟ في مشكلة في الفونكشن دي؟ لا تمام تمام. طيب ال point processing يعني أنا في الآخر هيبقى عندي زي transfer function بتحول لي ال r لل s. أوكي في نوعين من ال transfer functions. ممكن transfer function زي اللي أنتوا شايفينها دي بتعمل حاجة اسمها contrast stretching. يعني إيه بتعمل حاجة اسمها contrast stretching؟ هتلاحظوا كده احنا الار دي بتتغير من زيرو القيمة ماكسيمم، فالزيرو بتاعنا ده هو كأنه البلاك زي ما اتفقنا، وده هو الوايت، والاس برضو القيمة الصغيرة بتاعتها هي البلاك والقيمة الكبيرة بتاعتها دي هي الوايت. تعالوا بصوا كده ايه اللي حصل. هي قيم البلاك اللي هي كلها يعني قريبة من الزيرو طلعها كلها اسود. اوكي وبعدين جه بقى على الرينج اللي هو الرينج ده كده. اوكي الرينج ده خد رينج صغير من الار عمل له ستريتشنج لرينج اكبر في الايه الاس، فكانه غير الانتنستيز بوينت باي بوينت. يعني لو قيمه الانتنستي بكذا هتبقى كذا، لو قيمه الانتنستي دي هتبقى بقيمه ثانيه، فهلاقي ان في رينج صغير من الانتنستيز هنا راح عمل له ستريتشنج كبره، بقت مش كل الدرجات اللي موجوده هنا بقت كلها جري قريبه من بعض، لا ابتدى يبقى في حاجات اسود حاجات جري حاجات بتقرب ناحيه الابيض and so on. اوكي فدي شكل الترانسفورميشن ده او شكل الفانكشن ده بيسموه ان انا عندي كونتراست stretching function. ليه؟ لأنه كأنه عمل stretching لباند صغير من الانتنستيز عمل له stretching على باند أكبر أو رينج أكبر. أوكي كده؟ طيب في ممكن برضو function تانية زي إيه؟ زي حاجة بيسموها threshold function. threshold function زي ما أنتوا شايفين كده، أنا لو أنا القيمة بتاعتي أقل من كي هتبقى بلاك، لو القيمة بتاعتي أعلى من كي هتبقى وايت الصورة بتاعتي، فكأنه حول الصورة بتاعتي من إيه لإيه؟ من جراي لباينري؟ بالظبط، حول الصورة بتاعتي من جراي إيمج لباينري إيمج. طب دي أنا ممكن أستخدمها في حاجة زي إيه؟ حاجة خدناها قبل كده أو اتكلمنا عليها قبل كده. الايمج سيجمنتيشن، مش احنا كنا قلنا الايمج سيجمنتيشن احد الطرق بتاعها ان هو بيحط ثريشولد ويقول لو انا اقل من الثريشولد ده هبقى اسود، لو اعلى من الثريشولد ده هبقى ابيض. فانا ممكن استخدم فكره الثريشولدنج فانكشن دي عشان اعمل الايمج سيجمنتيشن بتاعتي، او هما اصلا يعني بيستخدموها عشان يعملوا كده. اوكي في مشكله لغايه هنا؟ لا تمام تمام طيب في برضو functions تانية زي حاجة اسمها الامج نيجاتيف. اوكي يعني ايه الامج نيجاتيف؟ تعالوا نبص كده، ادي ال r وادي ال s وادي الفانكشن اللي ما بينهم هي خط زي ما انتوا شايفين كده السلوب بتاعه بالنيجاتيف. اوكي لو ال r بتاعتي بزيرو ال s بتاعتي بقل ماينس 1، لو ال r بتاعتي بقل ماينس 1 ال s بتاعتي بزيرو. طب هو كده بيعمل ايه؟ بيقلب الابيض اسود والاسود بيقلبوا ابيض. بالظبط، هو كانه زي ما انتوا من اسمه يعني image negative، يعني كانه بيجيب النيجاتيف بتاع الصوره فبيقلب الابيض اسود وبيقلب الاسود ابيض. اوكي كده
طيب حاجة زي كده ممكن تستخدم في ايه؟ ممكن بيستخدموها في حاجات زي البريست كانسر ديتكشن والحاجات دي، بيبقى فيه صورة للبريست بيبقى شكلها زي الشكل اللي هو في الشمال ده، تمام؟ هو بيهمهم اكتر الأوعية الدموية اللي بتبقى موجودة جوه دي، تمام؟ بيبقى يهمهم اكتر، يبقى الديتيلز بتاعتها واضحة، فبيضطروا ان هم يقلبوا الصورة بتاعتهم كل اسود ابيض وكل ابيض اسود، فهتلاقوها راحت للشكل ده، وزي ما انتم شايفين بقى باين اكتر الحاجات اللي جوه دي بقت باينه اكتر، لانها لما اتحولت لاسود شكلها ظهر اكتر. اوكي، عشان كده زي ما بقول لكم حاجات الايمج انهانسمنت هي ابلكيشن ديبند. انا ممكن في ابلكيشن تاني فكره النيجاتيف دي ما تهمنيش او مش محتاجاها، ليه؟ لان انا مش هاممني الحاجات الديتيلز اللي جوه او الحاجات البيضه اللي جوه دي شكلها عامل ازاي. اوكي، فهو على حسب الابلكيشن، على حسب ما هم بيحددوا ايه الطريقه الانسب في استخدام او ايه البروسيسنج الانسب اللي انا استخدمه مع الصوره بتاعتي. اوكي، طبعا الفانكشن بتاعت الاس والار لو حبيت اكتبها كعلاقه مع بعض، فهتبقى الاس هي عباره عن ال ماينس 1 ماينس الار. اوكي كده، في اي مشكله في الابلكيشن الاولاني ده او الفانكشن دي؟ احنا هناخد functions كتيرة النهاردة، يعني بتاعت ال point processing احنا كل هنستعرض بعض ال functions اللي موجودة، سواء بقى بيعملوا بيها contrast stretching، ال image negative، ممكن كمان حاجات زي ان انا highlight بعض ال levels عن levels تانية هنتكلم عليها ونشوف اسمها ايه. في حاجات ان انا highlight ال dark images عن او ال dark pixels عن ال white او العكس. اوكي، هنشوف برضو دي بيستخدموها في ايه. فهنتكلم النهارده على بعض الفانكشنز اللي من الاخر انا بحول بيكسل لبيكسل، انتنستي لانتنستي. فهنستعرض بعض الفانكشنز اللي موجوده ونشوف هدفها ايه او اللي استخدمت فيه هو ايه. اوكي، في اي مشكله كده لغايه هنا؟ لا تمام يا تمام. طيب ال function اللي وراها اللي هي ال contrast stretching، ان انا يبقى الصوره بتاعتي ال contrast بتاعها سيء. اوكي، زي ما شفنا الصوره اللي في الاول خالص، او مثلا ابقى باجي اخد الصوره في مكان ضلمه فلاقي ان الصوره غامقه مثلا، او ان السنسور بتاعي يبقى الدايناميك رينج بتاعه يبقى قليل، يعني هو في الاخر بياخد كام انتنسيتيز معينه ما يقدرش ياخد اكتر من كده، فلو الدايناميك رينج بتاعه الرينج بتاعه ده صغير فالصوره بتاعتي مش هيبقى فيها الفاريشنز الكتيره، فبنلاقي ان الكونتراست بتاعها وحش، او ان الفتحه نفسها بتاعه اللينس بتاعتي سواء بقى تبقى صغيره او كبيره فممكن تبقى مدخله اضاءه قليله قوي فالصوره تبقى غامقه، او الاضاءه بتاعتها الفتحه تبقى كبيره قوي فتبقى الاضاءه بتاعتي كتيره فالصوره تبقى فاتحه بزياده. اوكي، كل الحاجات دي بتخلي الصوره بتاعتي تبقى شكلها مش كويس او شكلها وحش. طيب هنحل حاجه زي كده ازاي؟ دي مثلا الاكزامبل اللي احنا كنا مدينه في الاول. هنحل حاجه زي كده ازاي؟ هيستخدموا حاجه اسمها الكونتراست ستريتشنج. احنا شفنا الفانكشن الاولانيه بتاعت الكونتراست ستريتشنج كانت عامله كده. المرة دي هيتكلم على واحدة تانية، حاجة بيسموها typical transformation لcontrast stretching اللي هو هيسموها piecewise linear one. أوكي، أو piecewise linear function. piecewise linear function بيقسم ال function بتاعتي دي لثلاثة ranges. أوكي، ده كل range منهم هو range linear يعني. اللي هيحدد الرينجز دي ال R1 وال S1 وال R2 وال S2، يعني قيمة اللي أنا الثريشولد اللي هنا يعني اللي هغير عنده هو كام وهيطلع لي في الأوتبوت هنا كام، ونفس الكلام هنا. أوكي، طيب وفي الآخر أنا بفترض إن الفانكشن بتاعتي دي واصلة لينير ببعض، فعشان كده بيسموها piecewise linear function، إن هي كل جزء فيها عبارة عن linear function. طيب تعالوا نفترض كده ان ال R1 بتساوي ال S1 وال R2 بتساوي ال S2، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ يعني لو انا هنا عندي ال R1 دي اللي هي القيمة اللي هنا، وال R2 اللي القيمة اللي هنا، وال S1 اهي وال S2 اهي، تظنوا
لو ال R1 بتساوي ال S1 يعني قيمة الانتنستي هنا طلعت نفس القيمة هنا، وال R2 طلعت نفس الحكاية، قيمة الانتنستي هنا هي نفسها قيمة ال S2. اوكي كده؟ طيب ساعتها ايه اللي هيحصل في الصورة بتاعتي؟ يعني ادي R وادي S، وتعالوا نفترض ان انا عندي من 0 يعني ال اللي خلينا دي ب 8 مثلا، فانا عندي من 0 ل 7 وعندي برضو هنا من 0 ل 7. اوكي كده. اوكي طيب لو انا عندي 2 ثريشولد، تعالوا نفترض ال R1 دي ب 3 ب 2 وال R2 دي ب 5 مثلا. اوكي فلو انا عند الاثنين طلعت 2، ولو انا عند الخمسة طلعت 5، وانا طبعا عند السبعة مطلع 7 لان انا عند L1 minus 1 بطلع L1 minus 1. تظنوا الشكل هيبقى مرسوم عامل ازاي؟ يعني لو وصلت بقى لينير كده الشكل هيبقى عامل ازاي؟ على الريجونز المختلفة هيبقى شكله عامل ازاي؟ يعني لا يعني مثلا خلونا في اول ريجون ده من 0 ل 2 وهنا من 0 ل 2، فالخط ده هيبقى خط السلوب بتاعه كام؟ 1. ماشي السلوب بتاعه بواحد. ماشي والزاويه بتاعته كانها 45. اوكي كده هتبقى ب 45. طيب من 2 ل 5 ومن 2 ل 5 هيبقى الخط ده شكله عامل ازاي؟ والسلوب بتاعه بكام؟ 1 برضو. 1 برضو. واخر واحد ده هيبقى ب 1 برضو. اوكي كده؟ فهنلاقي ان كان لو انا ال R1 بتساوي ال S1 وال R2 بتساوي ال S2 هيطلع لي خط لينير السلوب بتاعه ب 45، سوري السلوب بتاعه ب 1 والزاويه بتاعته ب 45 درجه. اوكي؟ وكان كل انتنستي طلعت قيمتها، لان عند الثلاثه هلاقيها ب 3، عند الاربعه هلاقيها ب 4، عند السته هلاقيها ب 6 and so on. اوكي يعني لو انا خليت ان ال R1 بتساوي ال S1 وال R2 بتساوي ال S2 كان الصوره ما حصلش فيها حاجه. اوكي فساعتها الصوره هتطلع زي ما هي، مفيش اي تغيرات هتحصل في الصوره بتاعتي. اوكي طيب دي اول كيس. طيب الكيس الثانيه تعالوا كده نفكر، لو ال R1 خلينا اكتبها هنا، لو ال R1 بتساوي ال R2 تمام وال S1 هتساوي 0 وال S2 هتساوي L-1، ساعتها الشكل ده هيوصل ليه؟ عندي نفس الاكزامبل، ادي ال R وادي ال S وعندي من 0 ل 7. اوكي وتعالوا نفترض ال R1 مثلا ب 4. اوكي لو ال R1 ب 4 ال S1 ب 0 فهيبقى عندي 4 و 0، تبقى القيمة بتاعتي ب 0. اوكي والنقطة التانية هتبقى ال R2 بتساوي ال R1 بتساوي 4 فيبقى برضو عند ال 4 ال S2 هتبقى ب L-1 اللي هي ب 7. اوكي هيبقى الشكل بتاعي عامل كده. الشكل ده هو شكل ايه؟ باينري اللي هي الثريشولد فانكشن اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي هتحول لي الصوره بتاعتي من صوره جراي لصوره باينري على حسب قيمه ال R1 بتاعتي، هو ده اللي هيبقى الثريشولد بتاعي. فكاني حولت بدل ما بعمل كونتراست ستريتشنج كاني بعمل ثريشولد اوبريشن اللي هي بحول الصوره بتاعتي من جراي لباينري ايمج. اوكي كده في مشكله في الكيس الثانيه دي؟ طيب الكيس الاخيره بقى اللي هي الكيس اللي مرسومه دي، ان انا عندي ال R1 تبقى اقل من ال R2 وال S1 تبقى اقل من ال S2 زي ما هو مرسوم كده، ودي الكيس اللي كاني بعمل فيها ستريتشنج، ان في رينج معين هنا صغير اتحول لرينج كبير
في الاوتبوت بتاعي او في الايمج الجديده بتاعتي، وبالتالي كاني عملت كونتراست ستريتشنج. بس المره دي الزياده او التغير وزن الرينج ده تغير لينير اللي هو التيبيكال ترانسفورميشن، وده هيبقى دايما الديفولت بتاعنا ان احنا بنتغير لينير. طبعا ممكن اتغير باي شكل تاني زي الكيس اللي احنا كنا رسمينها من شويه اللي هي كانت شبه اللوك كده شويه، يعني ممكن اتغير بشكل تاني whatever الفانكشن بتاعتي ايه، بس احنا التيبيكال بتاعنا اللي هو الشكل اللينير اللي احنا شايفينه ده. اوكي، في اي مشكله كده؟ مفهومة الحتة دي؟ تمام يا دكتور. طيب اوكي، طيب ندخل بعد كده على برضو فانكشن تانية بيسموها الجري ليفل سلايسنج. الجري ليفل سلايسنج معناها ايه؟ كأني هاخد سلايس او بارت من الانتنستس هعمل له هايلايت، هركز عليه او هعلي الاضاءة بتاعته. اوكي، ازاي هيعمل الفانكشن دي؟ عن طريق ان هو هياخد رينج كده من A ل B في الR ويبتدي يعلي الانتنستي بتاعته زي ما انتم شايفين كده، ويخلي الباقي بقيمة معينة او يخلي الباقي بنفس القيمة بتاعته. في عندنا two options، ممكن يخلي الباقي بليفل معين في الاسود اوكي، او ان هو يحافظ على الرينج او القيم بتاعه الانتنسيز بره الرينج بتاع الاي والبي. فهتلاقوا الشكل بتاع شكل اللينير اللي هو كان بزاويه 45 زي من شويه اوكي، وجه عند سلايس معينه كده من الانتنسيز وراح معلي الانتنسي بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. اوكي، فدول تو تايبس من الجري ليفل سلايسنج. واحد بيعلي الرينج وبيقلل الانتنستي بتاعه الانتنسيز اللي بره الرينج دي، بيقلل الانتنستي بتاعتها تبقى قريبه من الاسود. واحد تاني بيهايلايت الرينج وبيحافظ على الانتنستيز اللي موجوده بره الرينج ده. تعالوا نشوف اكزامبل لحاجه زي كده. دي مثلا صوره ابتدى خد رينج معين من الفريك من الانتنستيز وعلى الليفل بتاعها، فهتحولت الصوره دي من الصوره دي للصوره دي. وهتلاحظوا حاجة، هو كأنه عمل هايلايت للحتة دي اهي، وكأن السراوندنج بتاعه هتلاحظوا ان هو قلل الانتنستي بتاعته حوله للاسود، لان انتوا لو لاحظتوا هو كأنه بيقلل الانتنستي لرقم قريب من الزيرو اللي هو تقريبا درجة اسود. فهنلاقي ان الصورة دي لما اتعدت على الترانسفورميشن ده او الفانكشن دي ترانسفير فانكشن دي اتحولت للصورة الجديدة دي. طب لو انا حبيت ابريزيرف الاوتبوت بتاعي، دي برضو نفس الكلام، دي صورة اصلية دخلت على اللي هو الشكل ده راحت مطلعة الصورة دي. طب لو دخلت على الشكل التاني اللي هو كان عامل كده هو اللي هو بيبريزيرف الانتنستيز اللي بره، هلاقي ان الديتيلز دي اللي هو الشكل اللي جوه ده اهو زي ما هو، وهلاقي ان في بعض الديتيلز ابتدت تظهر بره لانه حافظ على نفس الانتنستيز بتاعت البيكسلز اللي بره. اوكي كده، فطلعت بالشكل اللي قدامنا ده. فالصوره الاولانيه دي لما كان عمل حول الانتنستيز اللي بره دي لدارك او اوربل دارك، والثانيه دي لما عمل بريزيرف للانتنستيز اللي موجوده خارج الرينج بتاعي. في اي مشكله في الجري ليفل سلايسنج ده؟ لا تمام يا دكتور. اوكي، احنا النهارده مجرد يعني دي مجموعه فانكشنز. طبعا انت اللي يهمكم لازم تبقوا عارفين الفانكشن بتحول الصوره من ايه لايه، اني فانكشن بتشيل السراوندنج او بتخلي السراوندنج ده، زي ما احنا بنشرح كده لازم تبقوا فاهمين ازاي الصوره دي هتتحول للصوره دي، الكلام ده لازم تبقوا فاهمينه يعني. ولو يعني مثلا لو في صورتين لازم تبقوا عارفين مثلا ايه الاوبريشن اللي ممكن تبقى حصلت عليهم عشان اوصل من الصوره دي للصوره دي. اوكي، زي ما احنا مثلا شفنا هنا، انا هنا لا السراوندنج اتحول لدارك يبقى انا المفروض رحت للفانكشن دي، لا انا الكيس الثانيه دي لا السراوندنج موجود معايا فانا المفروض داخله على فانكشن بالشكل الفلاني.
لازم تبقوا عارفين ازاي بوصل من الصور لبعض يعني. اوكي طيب ندخل برضو على ترانسفورميشن تاني او ترانسفير فانكشن تانية بتحول برضو من الار للاس اسمها اللوك ترانسفورم فانكشن. اوكي اللوك ترانسفورميشن دي بتعمل ايه؟ بصوا هو اللوك ترانسفورميشن هو الجزء اللي فوق ده. اوكي او خلينا هي اللوج اللي فوق دي اهي دي اللي هي بتاعه اللوك ترانسفورميشن. اللوك ترانسفورميشن دي حد يقدر يقول لي هي بتعمل ايه وليه؟ يعني يشرح لي كده هي الفانكشن دي، يتوقع كده الصوره ايه اللي هيحصل فيها من اللي احنا شرحناه من شويه. وفي حاجات الانتنسي بتاعتها هتزيد قوي وفي حاجات الانتنسي بتاعتها هيخليها قليله. اوكي ايه الحاجات اللي الانتنسي بتاعتها هتزيد؟ يعني خلينا دايما نتكلم على جزئيه الدارك والوايت او اللي هي ساعات بيسموها كان الدارك وايه ثانيه واحده الدارك واللايت، ان انت الصور او الجزء الغامق في الصوره هيحصل فيه ايه والجزء الفاتح في الصوره هيحصل فيه ايه. الجزء الغامق في الصوره اللي هو دايما قريب من الزيرو فده الجزء الدارك، والجزء الفاتح في الصوره اللي هو قريب من اعلى قيمه اللي هو اللايت. اوكي اللي هي الاضاءه، يعني في اضاءه موجوده. اوكي اللي هو قريب من الابيض. اوكي فقولي لي كده الرينج بتاع الدارك حصل فيه ايه؟ الرينج بتاع الدارك قل، يعني الحاجات القريبة من الدارك بقت دارك أكتر، والحاجات اللي أقرب لللايت خلى الانتنسي بتاعتها تزيد أكتر تبقى لايت أكتر. ألو ألو أي دكتور أنا سامع حضرتك، حضرتك سامعيني؟ سامعاني؟ أوكي أنت بتقولي الحاجات القريبة من الدارك خلاها تبقى دارك اكتر، والحاجات اللي قريبه من اللايت بقى يعني بقت لايت اكتر. ماشي طب انا ممكن اسمع حد تاني؟ في حد تاني عنده راي تاني او شايف حاجه تانية؟ باشمهندسين انتوا بتبقوا اكتف اكتر من كده يا جماعه، يعني محتاجة رأيكم. طيب خلينا نبص عليها أو تفضلي يا باشمهندس تفضل. كان في يعني في كمان جزء من الدارك اتحول للايت بالظبط. الباشمهندسة زي ما هي بتقول كده، احنا لو بصينا على الرينج بتاع الدارك اللي هو تقريبا قريب من الزيرو هنلاقيه حصل له ستريتشنج او اكسبانشن، بقى فيه حته دارك بس فيه جزء كبير ابتدى يتحول يبقى ابيض. اوكي او يبقى يعني درجه جراي تانية غير الاسود يعني. اوكي فاحنا بنتكلم ان كده كان الجزء الدارك حصل له اكسبانشن، اوكي كبر، وبالتالي الصورة بتاعتي كأن الحاجات الأسود اللي فيها هلاقي صورة بقت أفتح، يعني لو هي فيها أسود كتير هلاقيها بقت أفتح. أوكي واللايت الجزء اللي هو الفاتح الوايت نفسه هلاقي إن هو بقى مقصور على حتة صغيرة قوي، فكأني عملت له كومبريشن، فكأنه الأسود فتحه والأبيض عمل له كومبريشن. أوكي كده فكأنه وزع الدارك انتنسيتيز بتاعته، كأنه عمل لها سبريدنج يعني على رينج أكبر، وعمل كومبريشن للوايت انتنسيتيز أو هنسميها اللايت انتنسيتيز أو اللايت فاليوز للانتنسيتيز بتاعتي، خلاها تبقى كومبريسد في حتة أصغر. أوكي كده مفهومة الحتة دي يا باشمهندسين؟ طيب تعالوا نشوف إكزامبل علشان تبقى واضحة أكتر بالنسبة لكم. دي مثلا صورة
هتلاقوا كان فيها اسود كتير وكان فيها درجات قريبه من الاسود موجوده هنا اهي. لما جه عمل لها اللوك ترانسفورم بصوا بقت شكلها عامل ازاي. ابتدت الحاجات اللي كانت قريبه من الاسود ابتدى يعمل لها هايلايت، فابتدى تبقى لونها افتح، فابتدى الصوره تبيض اكتر، يعني يبقى في الحاجات الاسود الصغيره اللي كانت او قريبه من الاسود اللي كانت هنا ابتدت تظهر اكتر، فشكلها اتحول من الشكل ده للشكل ده. اوكي كده فهمنا اللوك ترانسفورم بيعمل ايه. طيب الفانكشن بتاعته عباره عن ايه؟ هي الاس عباره عن سي لوك 1 بلس ار. اوكي كده. طيب ممكن طبعا حد يقول لي هو احنا ليه عملناها 1 بلس ار؟ حد يقدر يقول لي بسرعه كده ليه ما خدناهاش لوج ار؟ سامعني هدير؟ سامعين هيك يا دكتور. تمام، ليه ما خدناهاش لوج ار يا جماعه وخدناها لوج 1 بلس ار؟ هي الار رينج بتاعها بيبتدي من كام؟ من زيرو. من زيرو، لوج زيرو. مش هي بماينس انفينيتي او بقى يعني. اوكي، فعشان كده عملها 1 بلس ار بحيث يبقى انا لو عندي الار بزيرو تبقى لوج واحد اللي هي بزيرو. اوكي، فكأن الزيرو بيطلع لي زيرو. تمام، ده بس حاجه كده بسيطه تبقوا فاهمين برضو الفانكشن ليه عملها كده، ليه ما عملش لوج ار على طول يعني. اوكي طيب، دي اللوج ترانسفورميشن. في طبعا الانفرس لوج بيعمل العكس، الانفرس لوج اللي هي الفانكشن العكسيه اللي هي اللي تحت دي. اوكي، هنلاقي الجزء الدارك بقى اسود اكتر، يعني بقى الرينج بتاعه في رينج كبير من الاسود بقى بيروح لرينج صغير هنا، والجزء الوايت ابتدى ايه بقى رينج اكبر، يعني لو خدت الحته دي كده بقت بتغير من هنا لهنا، فكانه عمل اكسبانشن لللايت بيكسلز وعمل كومبريشن للدارك بيكسل. اوكي، عكس اللي احنا لسه قايلينه من شويه. طيب ناخد بقى اخر فانكشن هنتكلم عليها اللي هي الجاما ترانسفورميشن فانكشن، او ساعات بيسموها الباور لو ترانسفورميشن. يعني الفانكشن دي عباره عن ايه؟ بيقول لك انا هحول من الار للاس باستخدام الرول دي، ان الاس بتساوي سي ار تو ذا باور جاما، والجاما دي طبعا هي اللي موجوده في الترانسفورميشن هنا يعني، او عشان كده يعني سموها جاما ترانسفورميشن. طيب فكرتها ايه؟ قال لك انا على حسب قيمه الجاما هقدر اعمل compression لللايت بيكسلز او اقدر اعمل لها اكسبانشن واعمل العكس طبعا للدارك باستخدام قيمه الجاما. فلو حطينا مثلا الجاما بواحد انا كاني ما بعملش اي تغير في طبعا هو هنا حاطط الرسمه دي، هو حاطط السي بتاعتنا بواحد، فكان عندي اس بتساوي ار اس جاما، فلو الجاما بتاعتي بواحد كان الار بتساوي الاس، ما عملتش اي تغيير في الصوره. طيب لو الجاما أقل من واحد هتلاقوه بيمشي كده، لو الجاما أكبر من الواحد هتلاقينا بنمشي كده. طيب لو الجاما أقل من الواحد فكأني بعمل expand أو stretch أو spreading للجزء الدارك وبعمل compression للجزء اللايت، لو الجاما أكبر من الواحد بعمل العكس، كأني بعمل compression للجزء الدارك وبعمل expansion أو spreading للجزء اللايت. أوكي كده. طيب حاجة زي كده بقى بيستخدموها في ايه؟ حاجة زي كده مثلا في معرفش انتوا عاصرتوا الـ CRT بتاع التلفزيون ولا لأ، بس كان قبل كده في اللي هو الكاثود ري تيوب كان بيستخدم في التلفزيونات. الكاثود ري تيوب دي لو كانت الصورة بتاعتي بالشكل ده نتيجة ان انا بعدي على المونيتور المونيتور اللي هو فيها الـ CRT فبلاقي الصورة بقت بالشكل ده، بقت دارك أكتر. ليه؟ لأن الشاشة بتاعتي كان فيها الـ CRT اللي هو عنده
يعني في operations non-linear بتحصل فيه، فكان بيعمل حاجة شبه الجاما transformation كده، وبيحول الصورة بتاعتي من الشكل ده لشكل darker أكتر. فكانت الجاما تقريبا بتاعته يعني على الحاجات اللي اتقالت يعني، كانت الجاما تقريبا بتاعته باتنين ونص. فبيروح محول الصورة بتاعتي من الصورة الأصلية لصورة أغمق شوية. طيب اللي عملوه ايه علشان يتغلبوا على حاجة زي كده؟ ابتدوا يعملوا حاجة اسمها الجاما كوريكشن، ان هم يعدوا الصورة اصلا على جاما كوريكشن او جاما ترانسفورميشن. فهالصورة دي هيحط بقى الجاما بتاعته بواحد على اتنين ونص، اوكي؟ فالصورة بتاعته هتبقى ابيض اكتر او برايت اكتر. لما تيجي تعدي على المونيتور اللي هو الجاما بتاعته باتنين ونص، تروح راجع للصورة الأصلية بتاعتي تاني. فدي كانوا بيستخدموها علشان يحاول يريكوفر المشكلة اللي كانت محطوطة في الشاشة، أو بتخلي الشاشة تطلع لي الصورة أغمق عن الصورة الأصلية. طبعاً لو الكوريكشن اللي أنا حطاه مش هو بالظبط ده، فالصورة دي مش هتبقى هي بالظبط الصورة دي، بس على الأقل هبقى حسنت شوية عن اللي موجود اللي هي الصورة الدارك يعني. اوكي كده. فدي احد الابليكيشنز مثلا للجاما ترانسفورميشن. برضو ممكن الجاما ترانسفورميشن لو جينا بصينا لها، يعني دي مثلا كانت صوره، دي الاوريجينال ايمج اللي احنا كنا واخدينها، ابتدى يحط الجاما بتلاتة او باربعه او بخمسه. تلاحظوا ان كل ما الجاما بتاعتنا بتزيد، كل ما الداركنس اللي موجوده في الصوره بتزيد. واحنا هنا في الصوره دي كنا الديتيلز دي هي يعني هي دي اللي احنا كنا عاوزين نوضحها، فتحولنا من الصوره دي للصوره دي عن طريق مثلا ان احنا عدينا الاوريجينال ايمج دي على ترانسفورم الجاما بتاعته بخمسه، اوكي؟ العكس صحيح بقى، لو الجاما بتاعتي اقل من الواحد، فدي كانت الصوره الاصليه، هنلاقي كل ما الجاما بتاعتي بتقل عند 0.6 0.4 0.3، تلاقي الصوره وطول ما احنا ماشيين كده الصورة بتاعتي بتبقى more bright أو الإضاءة بتاعتها أكبر، يعني لأنها بتتحول الأبيض بتاعها بيبقى أكتر، أوكي كده؟ لأن الأسود الكتير لو تفتكروا هي الجاما أقل، دي كانت اللي هي الجزء اللي فوق، فكان الأسود في حاجات فيه بتتحول لدرجات أبيض أو درجات gray، فالصورة بتبقى more bright أكتر، أوكي كده؟ في أي مشكلة في point processing؟ طب دكتور، هو كانتش بواحد، كان ايه اللي لو بواحد كانت الصورة هتفضل زي ما هي، الجامعة بتاعتي بواحد الصورة هتفضل زي ما هي. لا انا بتكلم يعني على السي. السي انت كأنك ضربتي الانتنستي في قيمة، فعلى حسب القيمة دي، يعني مثلا لو كنا ضربنا كل القيم في نص مثلا، فكأنك النص ده قللك قيمة الانتنسي النص، فانت بتروحي ناحية الدارك أكتر، صح؟ اه تمام. والعكس بقى صحيح، لو ضربتي مثلا في اتنين فانت بتروحي ناحية البرايت أكتر. تمام، شكرا يا دكتور. وطبعا في انتنسيز، يعني خلينا برضو نقول هيبقى في انتنسيز هيحصل ساتوريشن، يعني هتوصلي ان انت وصلتي للماكسيمم، فمش هتقدري ان انت يعني كأنك مثلا لو ضربتي في اتنين انت لو ضربتي في اتنين فانت بتتكلمي ان القيمة بتاعت ال L minus 1 اتحولت لاتنين في L minus 1، خلي بالك، اوكي؟ فساعتها انت بتقولي ان انا هحول لرينج اكبر. طيب لو ما حولتش لرينج اكبر، هتضطر ان انت ساعتها تساتوريتي القيم اللي هي اللي ليها هاي انتنسيتي دي، هتساتوريتي عند ال L minus 1 اللي هي القيمه الاصليه بتاعتك، فساعتها انت في اجزاء معينه من الصوره هتطير، اوكي؟ فعاده الحقيقه عاده السي دي بتبقى بواحد، علشان دايما لما انت يعني بصي لو رجعنا كده للفانكشن، عشان دايما ال L minus 1 دايما تروح لل L minus 1 لو الـ R يعني لو الجاما بواحد، يعني لو الجاما بتاعتك بواحد
انت هتلاقي ال ماينس 1 بتروح ل ماينس 1. طب لو كانت السي بتاعتي باتنين والجاما بواحد هتلاقي ان الار بتروح ل الاس سوري بتساوي 2 ار. فلو انت عندك ال ماينس 1 المفروض دي تبقى 2 في ال ماينس 1، وانت مش هتقدري توصلي للرينج ده لان انت في الاخر انت بتعملي برضو البوينت بروسيسنج وهتبقي ليميتد بقيمه انتنسيتيز من مثلا من 0 ل 255. اوكي فعاده السي بيختاروها انها تبقى بواحد، يعني يعني باي ديفولت السي بنحطها بواحد. تمام اوكي تمام. كده جزء البوينت بروسيسنج دي احنا كده شفنا كل الفانكشنز تقريبا المعروفه في الجزء بتاع البوينت بروسيسنج. ان شاء الله المره الجايه هنبتدي بقى في جزء الهيستوجرام والماسك بروسيسنج ان شاء الله. طيب ناقص بس محتاجين نتكلم على جزئيتين. انا بس عاوز اعرف كم واحد دلوقتي حاضر المحاضره عشان اوكي. هو اولا الحضور مش عاجبني في الاونلاين، يعني امبارح يعني محمد كان قال لي ان في 85 واحد عاوزها اونلاين، فيعني مش عاجبني ان الناس ما حضرتش، خاصه ان احنا المفروض كنا هنعمل الكوتشينير النهارده. اوكي فمحمد اقترح بقى ان احنا ممكن نفتح الكوتشينير كمان شويه او بالليل، ممكن تشوف كده يعني عاوزين يفتحوا امتى بحيث الناس تدخل تقدر تعمل الكوتشينير بتاع الكورس. فقول لي كده انسب ميعاد امتى عشان اعمله. احنا ممكن نخلي النهارده الليل على 9 مثلا ولا حاجه. 9 لا لا عشان نحط صوت الطريقه، بس ممكن نخليها مثلا على 5 مثلا. انا ما عنديش مشكله بس ان انا يهمني ان انا اخد الفيدباك بتاعكم عشان اعرف الفيدباك بتاعكم الكورس. فانا عاوزه يعني اكبر عدد من اللي بيحضر بالذات المحاضرات يبقى بيعمل الكوتشنير. انا ببلغ الناس طيب بلغهم علشان بس قبل ما يقفل الكوتشنير علينا. اوكي خلاص تمام، بلغ الناس وقول لي الميعاد بالظبط وانا هفتحه في الميعاد اللي اللي انتوا هتتفقوا عليه. اوكي خلاص تمام يا دكتور. طيب النقطه الاخيره بقى اللي المفروض هنتكلم عليها بقى الميد تيرم، اكيد انتوا مستنيين تعرفوا الميد تيرم هيحصل فيه ايه. اوكي اولا انا عرفت من البشمهندسه انها ما لحقتش توصل معاكم لجزء الدي اف تي، يعني شرحت يعني او اتكلمت معاكم على بدايته لكن ما حلتش معاكم مسائل، صح كده؟ او على الاقل باين حليتوا مساله وما حليتوش الباقي، صح يا محمد؟ مظبوط تمام. فا اي ثينك ان انا مش هدخل الدي اف تي في الميد تيرم. اوكي هنخليه بقى في جزء، يعني الجزء ده هيبقى داخل اكتر في الفاينلز في الفاينلز ان شاء الله. فالميد تيرم هيبقى واقف لغايه قبل الدي اف تي اللي هو هتبقى ليكشر 4. اوكي اللي هو كنا بنتكلم فيها على حاجات السبيشال ترانسفورميشن والايمج انتربوليشن، فيبقى اخر توبيك داخل معانا في الميد تيرم هيبقى هو جزء الانتربوليشن. اوكي كده في حد عنده او معترض على الموضوع ده حابب الدي اف تي يدخل مثلا ولا حاجه؟ ماشي اوكي. طيب يبقى احنا كده كان عبد الرحمن عاوز يقول حاجه، المايك بتاعه فتح وقفل بيه. خلاص تمام يبقى احنا كده الميد تيرم هيبقى داخل لغايه الليكشر 4. اوكي الميد تيرم بقى هيبقى عبارة عن ايه؟ انا هعمله هايبرد، يعني هيبقى فيه 10 درجات فيه هتبقى MCQ وفيه 10 درجات فيه هتبقى على المسائل. اوكي فهيبقى فيه جزء جاست بتحل الMCQ وبتحط العلامة بتاعتك في اول صفحة في الامتحان بتاع الميد تيرم. اوكي يعني هتبقى فيه يعني اللي هو زي البابل شيت كده بس هما 10 موجودين في أول صفحة في الامتحان، فأنت الحاجة اللي هتحلها تحطها في أول صفحة لأن إحنا هنصحح عليها زي ما بنعمل في الـ MCQ exams العادي. أوكي وهيبقى في مسألتين أو ثلاث مسائل بقى لسه ما حددتش، بس هيبقى في مسألتين أو ثلاثة هيبقوا على إن أنت تحل بإيدك مسألة يعني. أوكي فهيبقى هو hybrid، هحط نص الدرجات على الـ MCQ ونص الدرجات على المسائل.
زي ما اتفقنا الحاجات اللي هتبقى given قلت لكم الـ p-spline function والـ modified والشكل الرئيسي بتاعها، وكمان زي ما اتفقنا كنا قايلين ان الجزء بتاع الـ integral وازاي فاضل integral اللي هي الـ i واللي هي كان function في الـ z والـ u والكلام ده وازاي فاضلها بالنسبة لواحد فيهم، دي هبقى مدياكو الـ function دي. اوكي، في حاجة تانية اتفقنا عليها قلت لكم انها هتبقى given. انا ممكن ابعت لكم الحاجات اللي هتبقى جيفن اللي انا قلتها دي. في حاجه تانية اتفقنا عليها وانا نسيها؟ تمام خلاص. اي ثينك يعني انتم محتاجين يبقى في لازم تبقوا فاهمين زي ما قلت الكونسبتس بتاعه الحاجه بلس كمان تقدروا تحلوا بايديكم. فان شاء الله لازم تبقى وانت بتذاكر تبقى بتفهم الحاجة اكتر من ان انت بتحفظ. اوكي، في اي سؤال او اي حاجة عن الميد تيرم؟ عايزين تسألوا في اي حاجة؟ في حاجة مش مفهومة؟ طيب، في اي سؤال عامة؟ يعني حد عنده اي سؤال in general؟ اوكي خلاص. ان شاء الله قابلكم بقى بعد الميد ترمات ان شاء الله. وغالبا اي ثينك هتبقى في الكليه عشان انا مش عاجبني الحضور بتاع الاونلاين يعني. ف خير ان شاء الله، اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين. معاك طيب يا دكتور، مع السلامه.